القيادة الإسرائيلية بعد فشلها في الهجمات المضادة يوم 8 و 9 أكتوبر وما سمى يوم 9 أكتوبر بيوم الاثنين الحزين داخل إسرائيل ومطالبة جولد مائير لأمريكا أنها تنجدها، وابتدت عملية نقل الجسر الجوي الأمريكي الجوي والبحري لإسرائيل من خلال الطائرات C-5 والأسطول الأمريكي بتوصل على طول لمنطقة العريش. في هذا التوقيت ابتدت الولايات المتحدة الأمريكية تقدم دعم عسكري يصل إلى أكثر من 300,000 طن من الأسلحة والذخيرة والمعدات لإسرائيل في هذا التوقيت. في نفس الوقت كان الثلاث فرق اللي كانوا موجودين في مواجهة الجيش الثاني والجيش الثالث، كانت الفرقة 143 بقيادة شارون، الفرقة 162 بقيادة أدان، الفرقة 252 بقيادة ماجن كان موجود قائد الفرقة دهيت، وكان كل الصيان فرقة شارون أو فرقة ماجن كان معهم فرقة لواء مظلات. دبابة اللي أنا ضربتها اسمها ماركة N60 عاملة 60 كيلو، ما دخلتش الخدمة الإسرائيلية. دبابات اللي عبر بيها شارون مش إسرائيلية. قالوا لي احنا اهو في الأيام لما انهارنا في أول الحرب اللي أنقذنا الأمريكية، لو ما فيش النجدة دي ما كانش إسرائيل شمت نفسها.